السلام عليكم. قمة بلا رؤساء، هكذا كانت حال قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية التي انتهت قبل أيام. وبالرغم من أن القمة اقتصادية وتهدف إلى بحث وسائل التنمية الاقتصادية في الدول العربية، فإنها اصطبغت بلون سياسي خالص انعكس في غياب الرؤساء والقادة العرب عن هذا الحدث. ثمة من يرى في هذا الغياب إخفاقا للدبلوماسية اللبنانية التي تقوم التعيينات فيها على المحاصصة والمجاملات العائلية أكثر منها على الكفاءة والمهنية، وثمة من يرى أنها انتصار للشروط الأمريكية التي نادت بإبعاد الأسد عن إيران أو إبعاده عن القمة، وثمة فريق ثالث قال بانتصار إيران التي قالت إما قمة بوجود الأسد أو لا قمة. لكن أيا يكن سبب الغياب وحيثياته، فإن قمة بيروت لا شك أنها أرخت لمرحلة يرى مراقبون أنها بداية نهاية العمل العربي المشترك، بالرغم من تضافر كل أسباب الاجتماع والتضامن في الوقت الراهن. ما مستقبل العمل العربي المشترك في ظل الصراعات البينية بين القادة والزعماء العرب؟ هو ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقائنا الجديد. وسط غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، عقدت الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، والتي كان من أبرز بنودها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين. القمة التي لم يحضرها على مستوى القادة سوى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون باعتباره المضيف، ناقشت مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال. وبكل ثقله انعكس ما يعيشه الواقع العربي على فعاليات القمة في ظل مستوى التمثيل المتواضع للوفود المشاركة. الرئيس اللبناني ميشيل عون اقترح في كلمته أمام القمة تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل مساعدة الدول العربية التي عصفت بها رياح الحرب والصراعات الدموية. البيان الختامي للقمة دعا للعمل من أجل تخفيف معاناة النازحين واللاجئين وتمويل مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، لكن هل ستجد هذه الدعوات والقرارات نصيبها في التنفيذ؟ أم سيكون حالها حال قرارات القمم الاقتصادية السابقة التي عقدت في الكويت والقاهرة ثم في الرياض، والتي لم تنفذ على الأرض جراء الخلافات والحرائق المشتعلة على اتساع الخريطة العربية؟ اعتذار أغلب رؤساء الدول العربية عن الحضور للقمة الاقتصادية في بيروت يبعث برسائل سلبية للشعوب العربية ورسائل أخرى للعالم تحكي تراجع دور الجامعة العربية في القضايا المصيرية. ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ إدريس ربوح الباحث السياسي، وعبر سكايب من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي، وعبر الهاتف من بيروت الأستاذ محمد سلام رئيس الوكالة الاتحادية للأنباء. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا بالاستديو، لابد من البداية مما ليس منه بد، وهو السؤال عن سبب غياب القادة والزعماء العرب عن هذه القمة. قمة يعني صممت خصيصا من أجل أن يحضرها هؤلاء القادة وأن يتباحثوا في شؤونهم الاقتصادية في ظل هذا الزمن الذي تنهار فيه اقتصادات ويتغير فيه المفهوم الاقتصادي لدى الدول في العالم. لماذا غاب هؤلاء القادة عن قمة صممت من أجل أن يحضروا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، لا يمكن أن نقول أن قمة بيروت بأنها قمة، لأن أصبحت قمة بدون رؤساء وبدون زعماء عرب، وبالتالي لا يمكن أن تحولت إلى مجلس وزراء عرب أكثر منه إلى مجلس قمة عربية يحضر فيها الزعماء والرؤساء والملوك والأمراء. نعم، ربما هذا صحيح لولا حضور أمير قطر الذي أعطاها بعد بعض الزخم، يعني لولاه ربما كانت يعني كما تفضلت. نعم. إذن اجتمعت مجموعة من الأسباب، التي ساهمت في فأعتقد فشل القمة على المستوى الحضور أولا. سنتكلم على الحضور، وبالتالي فشلت القمة ولم يستطع أن غاب 19 زعيم عربي على القمة. وهذه الظروف هي كثيرة، ظروف متعلقة بلبنان وظروف متعلقة ببقية الدول العربية. الظروف المتعلقة بلبنان متعلقة الوضع الداخلي، لبنان يعيش وضع هش لأنه يعيش في ظل حكومة تصريف أعمال وحكومة لم تستطع لحد الآن أن تتشكل منذ حوالي 8 أشهر، وبالتالي
وبالتالي أصل لبنان في وضعية هشة وصعبة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك تصرفات من قبل الدولة المضيفة التي لم تستدرك الأخطاء التي وقعت، أبرزها حرق العلم الليبي والذي دفع بالليبيين إلى رد فعل واضح وهو الغياب، وبالتالي لم يصدرك هذا الأمر بالسعي إلى حل هذا المشكل بطريقة دبلوماسية. الأمر الآخر وهو أن الدبلوماسية اللبنانية لم تقرأ الواقع العربي بشكل جيد قبيل الانتخابات، وبالتالي كانت كل المؤشرات كل التقارير تقول بأن العرب لا يحضرون، القادة العرب لا يحضرون هذه القمة، لكن الدبلوماسية اللبنانية أصرت عن تكون القمة. كذلك من بين الأسباب التي يمكن إدراجها أن هناك ضغوط أمريكية على بعض الدول العربية، وذلك لأن هذه القمة حضرت فيها إيران بطريقة أو بأخرى، وبالتالي لابد من تأديب إيران التي لها نفوذ في لبنان والتي تعتبر بيروت من العواصم التي لها نفوذ، وبالتالي لابد من تأديب إيران بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الضغوط الأمريكية كانت لها عنصر إضافي في هذا الموضوع. الموضوع الآخر وهو الأبرز في تقديري وهو موضوع عودة سوريا إلى المقعد الشاغر منذ سنة 2011 الذي كان موضع خلاف عربي ولم يصل بعد إلى توافق عربي حول عودة سوريا، رغم أن هناك خطوات نحو إعادة سوريا إلى مقعده في جمعية الدول العربية، وذلك بفتح السفارات الدول الخليجية الإمارات والكويت الذي فتحت سفارتها في دمشق، وكذلك الحديث عن جهود جزائرية وتونسية لحضور سوريا في القمة العادية القادمة في مارس القادم، وبالتالي موضوع سوريا كان سبب رئيسي، وكانت الأطراف المتحالفة مع سوريا ونقصد بها الرئيس اللبناني وربما وحزب الله وهو الحزب النافذ في الحكومة اللبنانية وفي المشهد السياسي اللبناني الذي أراد أن تكون القمة بحضور سوريا، وإذا كانت سوريا غائبة وبالتالي ليس له ما يخسر لأنه يريد أن يؤكد حضور سوريا. نعم، يعني أستاذ نبيل، زعيمان عربيان فقط حضرا هذه القمة، نتحدث عن يعني من بين اثنان زعيمان من بين 22 زعيما، يعني 1%، ولولا حضور أمير قطر والرئيس الموريتاني يعني لكانت النتائج كارثية بالنسبة إلى اللبنانيين. أي قيمة سياسية واقتصادية يمكن أن تحملها قمة بغياب كل الرؤساء والقادة العرب برأيك تقريبا؟ يعني الواقع حضور هذين الزعيمين كما تسميهما الواقع سواء الموريتاني أو القطري يشير بشكل غير مباشر إلى حقيقة الوضع العربي الذي يكمن كسبب رئيسي من وراء فشل هذه القمة وفشل سواها. عندما يكون الموريتاني الواقع جزءا من الاتحاد المغاربي الذي لا يزال في حكم المشلول منذ تأسيسه، أو يكون الأمير القطري الواقع من مجلس التعاون الخليجي الذي شل منذ سنوات ولا يراد على ما يبدو أن يقف على قدميه من جديد، كيف يكون موضع قضية القمة العربية المشتركة؟ يعني القمم الأربعة التي جرت حتى الآن على المستوى الاقتصادي، الكويت وفي الكويت والقاهرة وفي السعودية، هذه القمم الواقع كانت خارج إطار الزمن. عندما يتحرك القمة قمة سياسية، عندما يغيب رئيس بسبب الجانب السياسي كيف يمكن أن تتحقق تعاون اقتصادي؟ وبالتالي الفشل كان مكتوبا على هذه القمة من قبل أن تنعقد. يعني الوضع العربي هو الذي يحتاج إلى علاج، ليست المسألة مسألة أن يجتمع الزعماء العرب مرة في السنة أو مرة كل بضع سنوات لأغراض اقتصادية، إنما الأمر الحقيقي هو أن الدول المتجاورة على الأقل أن تفتح بابا للتعاون الاقتصادي. الغياب على سبيل المثال السودان، واقع من الأشياء التي جرى الحديث عنها أثناء القمة، قضية سلة غذائية، السودان سلة غذائية العرب. يا أخي هذا المشروع، مشروع السلة الغذائية السودانية التي تكفي لو نفذ المشروع بشكل جيد، هذا المشروع موجود أكثر من 40 سنة في أدراج جامعة الدول العربية ولم يؤدي إلى إهماله إلا الخلافات السياسية ما بين الأنظمة العربية على كل حال وليس بين الشعوب. بالتالي الواقع هذه القمة لا نتساءل عن أسباب فشلها، لو حققت شيئا ما لكان يمكن أن نتساءل كيف استطاعت أن تحققه رغم هذا الوضع العربي المزري والذي يزداد انحدارا على المنحدر الفشل يوما بعد يوم، ليس بسبب القمة الاقتصادية وإنما من حيث الأساس.
عندما يكون البلد المضيف لا يستطيع تشكيل حكومة، عندما يكون بعض الرؤساء الواقع غير قادرين على الحضور أصلا، هل يستطيع الرئيس الجزائري أن يسافر إلى بيروت ويحضر قمة ويعمل فيها وهو يعني بالحال الذي هو عليه في الوقت الحاضر ومنذ انتخابات الماضية في الجزائر؟ هل يستطيع الواقع أن يلتقي الأمير القطري مع الملك السعودي مع الأمير الإماراتي وهم على هذه الحال من الشجار السياسي وغير السياسي فيما بينهم؟ يعني هذه قمة الواقع إلى حد كبير أرادت أن تخدم غرضا معينا وهو مسألة يعني مسألة النازحين، أن يدعم النازحون ويمولون برغم عدم الوجود الحل السياسي المقصود هنا النازحون عن سوريا والمهاجرون عن سوريا. أما بالنسبة إلى فلسطين فقد أصبحت منسية إلى حد ما في هذه القمة وسواها، علما بأن أيضا أوضاع فلسطين نتحدث عن تعاون اقتصادي أو قمة اقتصادية على المستوى العربي ونحن نعلم أن السلطة الفلسطينية تشارك في حصار غزة ومنع بعض الأموال عنها ومنع بعض حتى الموظفين منع رواتبهم. يعني هناك الواقع أوضاع مزرية، فبالتالي الواقع هذه القمة كانت فاشلة قبل يعني انعقادها سواء تحت عنوان رؤساء أو زعماء أو وزراء، القمة فاشلة على جميع الأحوال لأن الوضع العربي من حيث الأساس يحتاج إلى تصحيح. القمة فاشلة، أنقل هذه الوصف إلى محمد سلام في بيروت، أرحب بك مرة أخرى. القمة فاشلة كما قال نبيل شبيب من ألمانيا، وكثير جدا من المراقبين قالوا بهذا، وربما لا يستطيع أحد إخفاء هذه الحقيقة. السؤال هنا في سياق الوضع الداخلي اللبناني وسياق الوضع الإقليمي، على من تتوزع الحصة الأكبر في مسؤولية ما حدث من هذا الإخفاق الكبير الذي كانت تنتظره بيروت منذ سنين على أحر من الجمر برأيك؟ مساء الخير إلى كل المشاهدين وللزميلين المشاركين أولا. مساء النور، أهلا سيدي. القمة لم تخفق لأنها لم تعقد، ما في قمة. مشاركة أمير دولة قطر في القمة، هو لم يشارك، هو كان ضيفا زائرا، قعد ساعتين ومشي، ما بعرف إذا يعني أطفأ محركات طائرته في مطار بيروت، وبالتالي لم تعقد قمة في بيروت. هذه حقيقة واقعة وحقيقة ساطعة يجب أن نعترف بها. واحد. اثنين، لبنان يدفع ثمن ضياع دوره. الذي أخفق القمة هو الخلاف الأساسي، ليس على حرق العلم الليبي يعني بما يخجل كل الناس، يعني هذه لا تفعلها دول. الذي منع العرب أو حال دون مشاركة القادة العرب هو الموضوع السوري، استعادة نظام بشار إلى ما يسمى بالحضن العربي أو عودة الحضن العربي إلى نظام بشار. لبنان له موقف، الشعب اللبناني له موقف خاص جدا فيما يتعلق بنظام الأسد. يعني نحن مشكلتنا مع نظام الأسد مش سببها احتلال، يعني مش سببها تحالفه مع إيران. مشكلتنا مع نظام الأسد عمرها أكثر من 40 عام، تعود إلى سنة 76 عندما باعنا النظام العربي لحافظ الأسد ودخل دولتنا، دخل بلدنا، دخل وطننا، ولم يترك فصيلا لبنانيا إلا وقاتله وهزمه وزرع لنا الفساد. وهناك محاولة لإعادته كادت أن تفرض على قمة بيروت، وببيروت يعلم القادة تماما أنه، والحمد لله أنه لم يتم بحث هذا الموضوع ولم يتم استعادة نظام الأسد، لأن ذلك كان سيشعل خلافا لبنانيا مخيفا في أبعاد. وبالتالي لم تعقد قمة في بيروت يا سيد، نقطة على السطر. طيب لم تحصل قمة في بيروت، هناك حديثان مستويان من الحديث عن سبب غياب هؤلاء القادة عن هذه القمة. ثمة من يقول بأن فريق المحور الإيراني الذي انتهى في النهاية إلى عدم
انعقاد هذه القمة إذا لم يكن الأسد موجودا فيها، والمحور الأمريكي الذي قال يعني لا يمكن حضور الأسد إلا بعد ابتعاده أو تقديم ضمانات كافية بابتعاده عن حلف إيران. إزاء هذين الروايتين، يعني ما الرواية التي يمكن أن تقف وراء هذا الإخفاق الذي شهدته هذه القمة برأيك؟ لبنان هو نتيجة وليس سبب، لذلك لا تصدر قرارات المنع والمشاركة من لبنان، بل تأتي من الخارج. الإيراني لا مصلحة له في عودة الأسد، لأنه عندما كان الأسد موجودا في لبنان كان حاكما للإيراني، والأمريكي لا يريد للإيراني أن يستعيد أسدا محكوما منه إلى لبنان، وبالتالي صدر قراران من الخارج بعدم انعقاد القمة. الأمريكي فرمل العرب المندفعين إلى دمشق بشار، والإيراني فرمل جماعته وبالتالي حلفاء المحليين، وبالتالي صارت يعني صارت المشاركة عبئا ولم تعد مساعدا. نعم. طيب في الاستوديو أستاذ إدريس، العرب يعني أن الأنظمة الرسمية العربية في حالة خلاف دائم منذ عقود، لكن المفارقة أنهم اليوم يعني اتفقوا في اختلافهم ولم يحضروا جميعا هذه القمة. السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن المشاهد أو المتابع هو ما الذي وحدهم في اختلافهم وتوافقوا على عدم الحضور؟ هو ضغط أمريكي؟ هل هو مصلحة مشتركة؟ أم ثمة عدم قراءة صحيحة لما ينبغي أن يفعلوه في هذه المرحلة بالذات؟ هي اجتمعت، قلنا اجتمعت مجموعة من الظروف ساهمت في هذه الوحدة، وحدة الغياب والاتفاق على الغياب في قمة عربية كان المفروض أن يحضرها الجميع، وبالتالي هذه مجموعة هذه الظروف، سواء الظروف الخاصة بلبنان أو الخاصة بالإقليم، ونقصد به الموضوع السوري أو الظروف العربية كلها جاءت مجتمعة، والمصالح الدولية في عدم نجاح أي التقاء العرب سواء كان من الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي كلها ساهمت في الوصول إلى هذه الحالة. كذلك لابد أن نرجع قليلا للوراء. نحن نعيش في أسوأ فترة من فترات التاريخ العربي الحديث، بمعنى نحن نعيش في ثلاث دول عربية تعيش حروب أهلية داخلية، نعيش في القسام في حصار لمجموعة الدول العربية لدولة عربية، نعيش في القسام في المغرب العربي وشلل بل موت سريري لاتحادهم الاتحاد المغاربي، اتحاد المغرب العربي، المنظومة الوحيدة التي كانت متماسكة وتبشر بالخير وكان يأمل العرب أن تكون منظومة واعدة وهي منظومة التعاون الخليجي، وصلت إلى ما وصلت إليه من حصار إلى دولة قطر ودخلت مرحلة الموت السري كذلك هي. وبالتالي الوضع العربي هو وضع في أسوأ حالاته، وبالتالي جاءت هذه القمة وهذا الاتفاق على الغياب جاء نتيجة لهذه الظروف المجتمعة. لكن لا يمكن أن نقول بأن نحن في الوضعية أن يعني وصل العرب إلى وضعية لا يمكن حلها، يعني الأمل ما زال معقود، لأن هذه مؤسسة جامعة الدول العربية ما دام هناك قمة عربية، هناك اجتماعات وهناك عمل عربي مشترك في الحد الأدنى، فالأمل قائم على بعث هذه الروح من الجديد في هذه المؤسسة العربية، مؤسسة العمل العربي المشترك ممثلة في جامعة الدول العربية، وكذلك في التغلب على المشاكل التي عاشها العرب في السنين العشرية الأخيرة من القرن 21. وبالتالي هذه الأمور، وإن كان العرب يعيشون ظروف صعبة في أسوأ تاريخهم الحديث، لكن الأمل قائم بأن العرب سيستفيدون من هذه التجربة، وبالتالي سينهض العمل العربي بطريقة أو بأخرى. سنبحث هذا ربما في الجزء الأخير من الحلقة، لكن قبل ذلك في بعد الفاصل سنبحث إلى أي مدى هذه القمة بمن حضر وببيانها الختامي لبت حاجات العرب في هذه المرحلة الراهنة. نعود إليكم بعد فاصل قصير.
أسعدكم الله، نحن دائما معكم في الحديث عن القمة العربية الاقتصادية في بيروت وقراءة فيما وراء مجرياتها. أستاذ نبيل، قبل أن تنعقد القمة وفي أثناء المداولات والتحضيرات لها، كان يغلب عليها الفردية على هذه المداولات، بمعنى أن كل دولة تريد أن تستثمرها بما يحقق رؤيتها ومصالحها. انطلاقا من هذا الواقع الذي سبق القمة، من المستفيد الحقيقي من قمة بيروت بكل ما رافقها من حيثيات وجدلية؟ لا أحد أخي، يعني لا أحد على مستوى الأنظمة ولا أحد على مستوى الشعوب في هذه البلدان المنكوبة بأنظمتها. الواقع القمم العربية حتى الآن لم تلتقي إلا على شيء سلبي. أشهر القمم العربية منذ تاريخ تأسيس الجامعة الدول العربية قمة عام 1969 في الخرطوم، التي من الناحية الواقعية كانت أول اعتراف غير مباشر عن بالكيان الإسرائيلي في فلسطين. أول من أشهرها أيضا قمة فاس التي وضعت المبادرة السلمية الأولى من أجل الانفتاح على هذا الكيان. يعني هذه القمم، قمة بيروت أيضا التي شهرت بأثناء حصار عرفات وهي الواقع تناقش بعض الأمور المتعلقة أيضا بالتطبيع وإلى آخره. فالقمم العربية الواقع لا يكاد تلتقي هذه الأنظمة إلا على كده. الواقع أنا أوافق الأستاذ إدريس الواقع فيما قاله قبل قليل عن قبل الفاصل عن أن الواقع العربي الواقع هو الذي يسبب الفشل، إنما هم مسؤولون عن هذا الواقع. لا أوافقه في قضية أن يعود الحياة إلى المنطقة العربية وإلى العلاقات العربية عن طريق جامعة الدول العربية التي لم تصنع شيئا حتى الآن في هذا الاتجاه، وإنما في الاتجاه المعاكس. هم المسؤولون الواقع، هذه الأنظمة هي المسؤولة عن العلاقات بين الدول المغاربية، عن العلاقات بين الدول الخليجية، عن العلاقات مع الواقع الشعب السوري وكيف أهملته في الآونة الأخيرة، عن العلاقات مع إيران، مع تركيا، مع الولايات المتحدة. هذه الأنظمة هي تصنع هذه السياسات، وأيضا على المستوى الاقتصادي بأنه لا يكاد يوجد بلد عربي حقيقي قد حقق شيئا من التقدم الاقتصادي والمعيشة، ونحن أمام نتحدث عن قمة اقتصادية المفروض. بالتالي الواقع لا نستطيع أن نقول بأن هذه الأنظمة ستعود إلى التفاهم، لا عن طريق جهود فردية كما كان قبل انعقاد القمة، ولا عن طريق جهود جماعية. لا دون يلتقون إلا على خطوة سلبية قد يلتقون في آذار مارس المقبل على مستوى السياسي من أجل إعادة النظام أو بقايا النظام السوري الأسدي إلى الحضن العربي وإلى حضن جامعة الدول العربية. لا أقول الحضن العربي، هذا تعبير لا يتوافق مع حقيقة الوضع، إلى حضن جامعة الدول العربية من جديد. أما يعني وهو نعلم كيف الوضع حتى الآن في سوريا، يعني ماذا يجري بالنسبة للشعب السوري النازح عن بلده أيضا. بالتالي الواقع هم يتفقون على ذلك، ولا أتوقع أن يكسب أحد منهم. يعني الخاسرون جميعا. الأوضاع في جميع البلدان العربية بين عام 1948 عندما تأسست الجامعة وحتى الآن من سيء إلى أسوأ. يعني إذا قارنت الآن أوضاع البلدان العربية بين اقتصاديا أيضا، لأن أمام قمة اقتصادية الآن وما كانت عليه عندما انعقدت قمة الاقتصادية الأولى في الكويت عام 2009، يعني قبل الثورات الشعبية العربية الأخيرة. يعني آنذاك كانت أفضل بألف مرة من الآن، ولكن تدمرت هذه العلاقات. يعني حتى بعض المشاريع التي وضعت ليس على المستوى العربي ككل، وإنما على مستوى مثلا مجلس التعاون الخليجي، الآن يتحدثون عن مسألة يعني إيجاد تعاون اقتصادي أكبر أو سوق اقتصادية مشتركة، يتحدثون عن ذلك مع عشرات السنين. المشروع الذي وضع فقط لوضع بلدان، ستة بلدان عربية في مجلس التعاون الخليجي، يعتبر أيضا ميتا. بالتالي الواقع لا أتوقع لا من الجهود الفردية ولا من الجهود الجماعية في إطار جامعة الدول العربية أن يتحقق الفائدة لا للأنظمة ولا للشعوب. لكن ثمة رأي آخر أحيله إلى الأستاذ محمد سلام في بيروت. يعني نبيل شبيب من ألمانيا قال لا أحد فاز أو انتصر بهذه القمة، لكن السيد جبران باسيل وزير خارجية لبنان قال إن تضمين موضوع اللاجئين السوريين في البيان الختامي هو انتصار للبنان. السؤال قد يسأل سائل، أي انتصار يتحدث عنه جبران باسيل؟ هل مجرد تضمين اللاجئين في بيان ختامي هو انتصار للبنان؟ وما نوع هذا الانتصار؟ سيدي الكريم، أولا أنا ما سمعت ضيفك، فيبدو صار في شيء بالاتصال. على كل الأحوال الانتصر أو الذي فاز
بحصة من إنتاج هذه المسمات قمة هو النازحين السوريين، لأنهم في بيان إعلام بيروت حصلوا على وعد بزيادة التقديمات لهم وتحسين وضعهم حيث هم، علما أن لبنان كان قد طالب في كلمة الرئيس ميشيل عون بأن يكون هناك ضمانة لعودتهم إلى بلادهم، هذه لم تدرج في إعلام بيروت، وبالتالي النازحين انتصروا أو فازوا بوعد على أمل أن يتحقق. غير ذلك ما في، يعني جبران باسيل يتحدث، عفوا معالي الوزير جبران باسيل يتحدث عن انتصاراته، ودائما منتصر جبران باسيل، يعني ما في شيء جديد. بس هلا الوعد الثاني اللي طلع هو البنك، تأسيس بنك للإعمار. تأسيس بنك للإعمار يعني ما تواخذني، بده يكون في خطة للإعمار، بده يكون في قرار للإعمار، بده يكون في مصالحات، بده يكون في توجه عام، بعدين بنعمل له بنك. مش بنحكي ببنك قبل ما يكون كل هدول موجودين. يعني صارت القصة مثل اللي ما، يعني عم حاول لقي تعبير لطيف، ما لها مبرر، ما لها مبرر. نعم. طيب أستاذ إدريس، يعني في المحصلة في النهاية جاء بيان ختامي واجتمع العرب بمن حضر واتفقوا على جملة من المخرجات. في المحصلة ما الذي قدمته هذه القمة للعرب في هذا الظرف الذي يعيشونه؟ أنا ما زلت على رأيي أن انعقاد القمم أفضل من عدم انعقاد القمم، هذه الأول. يعني مجرد انعقاد تراه مجرد تعتبر إنجاز، لأنه نحن نعيش في وضع عربي متدهور للغاية، وبالتالي العمل العربي المشترك حتى وأن كان في أدنى مستوياته يعتبر إنجاز. حتى لو كان مجرد الانعقاد الذي أسميته إنجازا، حتى لو كان مجرد انعقاد سببا أو طريقا إلى مزيد من المشاكل والاحتقان بين العرب؟ لا، هو أصلا نحن وصلنا إلى نهايات الاحتقان، ليس احتقان، نحن في صراع وحروب وتتجاوزنا موضوع الاحتقان، وبالتالي الاجتماع العرب في هذه الظروف يعتبر إنجاز، لأنه سيجتمعون على الحد الأدنى. والدليل على ذلك بعض مخرجات القمة أشار لها الأستاذ الآن، وهو الاهتمام بموضوع اللاجئين، الاهتمام باللاجئين، وبالتالي الاهتمام وإعارتهم الاهتمام اللازم، وبالتالي هذا مهم، موضوع مهم جدا، وبالتالي لا يمكن أن لن نثمنه حتى وإن كانت هذه النتائج القمة بسيطة. أنا أتوقف عندما أسميته إنجازا مجرد اجتماع، أريد أن أعرف منك لماذا اجتماعهم إنجاز الآن؟ لأنه العرب في وضعية صعبة جدا، لأنه العرب في حالة فرقة. كل احنا قدمنا في بداية الحلقة قلنا العرب في وضعية متدهورة من الخلافات البينية والخلافات بين الكتل، وبالتالي العرب الآن في حروب داخلية وحروب بينية بينهم معلنة وغير معلنة. بمعنى اجتماع العرب يعتبر إنجاز، يعني المؤسسة العربية الموحدة للعرب وهي جامعة الدول العربية، وهذه ما نملك كعرب كمؤسسة قائمة. لكنهم يجتمعون منذ 50 عاماً أستاذ، هي لكن ديمومة البقاء. يعني هم منذ 50 عاماً يحققون إنجازات؟ نعم، تحقق بعض الإنجازات. لا يمكن أن نقول أن العرب المأمول وهو الوحدة العربية المأمول وهي الوحدة الاقتصادية العربية، نعم لم تتحقق، لكن بعض المجالات مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ في عمل عربي مشترك في جميع المجالات، هناك في ميدان الصحة، في ميدان التعليم، في ميدان عدة ميادين، هناك عمل عربي مشترك لا يمكن إلغاءه هكذا. يعني كأنه إذا أردنا فقط، إذا أردنا أن نقارن بالتجمعات الاقتصادية يعني الأخرى، هذه معذرة فقط من باب، نعم، المناقشة والتبيين، نعم، الموقف. يعني هذا ربما يقودنا إلى السؤال عن المثال التالي: إذا كان رجلا يذبح أمامك لكن يعني جاء تسربت الدماء على كل جسده، فعندما تأتي وتمسح عن جسده الدماء، هل هذا إنجاز؟ هل هذا ما يحتاجه العرب الآن؟ أن يكون هناك عمل في المجال الصحي المشترك بينهم؟ هذا المثال نحن يمكن نأخذ المثال بشكل آخر، وإن العرب في حالة ضعف بحيث يحتاجوا إلى إسعاف إلى إسعاف، فاجتماعهم على إسعاف هذه المؤسسة يعتبر إنجاز في حد ذاته، إنجاز في حد ذاته. ربما المقارنة بالوضع والتكتلات الإقليمية الأخرى والدولية الأخرى لا وجه للمقارنة. وأنت تعتقد أنهم في بيروت اجتمعوا من أجل الإسعاف؟
نعم يجتمعون لأجل الإسعاف. عندما يتحدثون على وضع اللاجئين والاهتمام باللاجئين، اهتموا وجود صندوق عربي. لكن هذا الكلام منذ 50 عاما يتحدثون عنه، تحرير فلسطين منذ 50 عاما. لا أنا متحدث الوحدة العربية. لا هذا يعني أنا أقصد مجرد الحديث دكتور. طبعا أنا لا أتبنى رأي، وإنما أنقل لك رأي موجود في الشارع. نعم. يعني في النهاية أنا محايد. ولكن منذ 50 عاما هذا الكلام يتكرر، لم ينجز منه على الأرض شيء. فأين تكمن الإنجاز عندما يجتمع العرب بهذه الصورة؟ يعني البديل، معلش نفكر بطريقة، البديل هو أن يفترق العرب. نحن نقول اجتماع العرب هو في حد ذاته هدف، يجتمعون على الحد الأدنى ويحققون الحد. نعم. الأدنى من الإنجازات يعتبر هدف، لأنه بعده هو الفرقة وهو المشاكل والحروب والضعف الاقتصادي أكثر وأكثر، حتى أن تكون التجارة البينية للعرب بنسبة متدنية أحسن من أن تكون ولا شيء. إذا يكون تحقيق تبادل التجارة الحرة بين الدول العربية وتكون اتفاقية وبداية جميل. أن تشتغل أفضل، أن يكون الاتحاد جمركي، بداية اتحاد جمركي أحسن. بمعنى العمل، نحن نريد أن ننعش هذا العمل العربي المشترك رغم ظروفه الصعبة والمتطورة. جميل. أذهب إلى الأستاذ نبيل في ألمانيا. حقيقة البيان الختامي للقمة وجه مطالب محددة إلى المجتمع الدولي، أختصرها لك في 3 مطالب أساسية: تعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم وتحديدا السوريين، تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة، والمطلب الثالث دعوة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين وطبعا دعمها، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من أثار هذه الاستضافة. كما تلاحظ يعني جل هذه المطالب هي للدول أكثر منها للاجئين، يعني لدعم هذه الدول التي تضيف اللاجئين وليست للاجئين مباشرة. السؤال بغض النظر عن ذلك، إلى أي مدى يمكن لهذه المطالب أن تلقى صدى لدى المجتمع الدولي الذي تلقى هذه المطالب من القمة العربية؟ يعني نحن نعلم عندما يريد أن يتحرك المجتمع الدولي تحركا حقيقيا، يعني يستطيع أن يتحرك، يعقد اجتماعا للدول المانحة وفجأة تتدفق الأموال ويمكن. ولكن الآن الشروط الموضوعة من جانب ما يسمى المجتمع الدولي، يعني من جانب القوى المتحكمة في العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية وسواها، حتى الآن هذه الشروط غير متوافرة. عندما يكون هناك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول القضية السورية، لن يكون هناك أي فائدة من اتخاذ قرار سواء في إطار جامعة الدول العربية أو حتى في إطار أوسع يدعو الدول إلى دعم أو عدم دعم. عندما يريدون التحرك يمكن أن يتحركوا، ولكن لا يريدون في الوقت الحاضر التحرك حتى ينتهي النزاع القائم حاليا على أرض سوريا بصورة خاصة، لأننا نتحدث الآن عن النازحين من سوريا، لا نتحدث عن الوضع الاقتصادي العربي ككل. يعني لا يتحسن الواقع لأنهم لم ينتهوا بعد من اقتسام الكعكة كما يقولون من حيث النفوذ داخل الأراضي السورية وإيجاد وضع سياسي يقبل به الجميع، يعني تقبل به هذه القوى الخارجية ليس شعب سوريا بالذات. بالتالي لا أتوقع الحقيقة أن تنتقل هذه إلى يعني حيز التطبيق بشكل فعلي وبشكل عملي، يعني نرى آثاره على الأرض. الأمر الآخر الحقيقة الذي يجب أن نقف عنده، يا أخي يمكن أن تجتمع الدول العربية، يعني البيانات نحن لا نقول بأن بعض الاتصالات القائمة هي فيها ضرر وليس فيها منفعة، ولكن الحقيقة حتى الآن لم ينعكس ذلك بشكل تراكمي. عادة المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية وجميع ما يسمى مؤتمرات تكون فيها حصيلة الجهود المبذولة على مدار السنة، فيأتي المؤتمر السنوي ليعلن النتائج في إطار بيان ختامي أو ما شابه ذلك، يعني إطار اتفاق أو بيان أو سوى ذلك. الدول العربية المسؤولية تقع على الأنظمة التي لا يعني لا تتلاقى على تعاون بوجود وعدم وجود هذه المؤتمرات. المؤتمرات الآن مؤتمر وزراء الخارجية، نحن نعلم أن معظم وزراء الخارجية الذين حضروا هذه المرة في هذا المؤتمر لم يكونوا في المؤتمر الماضي. صاحب القرار يعني كانوا في المؤتمر الماضي، كان سواهم في المؤتمر الماضي لأنهم تبدلوا.
صاحب السلطة الحقيقية هو إما الأمير أو الملك أو الرئيس، وعندما لا يحضر هؤلاء ولا يتواصلون فيما بينهم للتعاون لا يتحقق شيء من التعاون الحقيقي أو من الإنجازات الحقيقية على الأرض. وأعتقد أن هذا يسري أيضا على نتائج هذا اللقاء الذي سمي القمة الاقتصادية. حقيقة في هذه الحلقة أنا بين رأيين، معي في الاستوديو يعني الأستاذ إدريس يحضر يعني يحمل نفسا من التفاؤل، ربما هذا التفاؤل ليس موجود بالقدر ذاته لدى ضيفية في لبنان وفي بون. نريد أن نبحث مستقبل العمل العربي المشترك في ضوء الظروف الحالية، ولكن نذهب وإياكم إلى فاصل أخير ومن ثم لنا عودة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ محمد سلام، حيثيات قمة بيروت وهذا الغياب وهذا الخلافات البينية رفقة يعني بما يحصل على الأرض الواقع من صراع حاد بين العرب وانقسام العرب إلى مجموعات متخاصمة فيما بينها، السؤال هو هل هذا مؤشر على ما يمكن أن يسمى احتضار للعمل العربي المشترك في رأيك؟ سيدي الكريم، مستقبل ما يسمى بالعمل العربي المشترك هو امتداد طبيعي لتاريخ هذا المسمى عمل عربي مشترك. سنة 48 عند قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين كان الشعار العربي سنرمي اليهود في البحر. اليوم الشعوب العربية تموت في البحر هاربة من صراعات الأنظمي العربي. سنة 2003 العدو الفارسي أخذ العراق، فاتت الأمريكا وفتحت الطريق للعدو الفارسي، فجئنا إلى نكبة أكبر من نكبة فلسطين، وتسربت إيران منه إلى أرض سوريا، فصرنا في نكبة أكبر من النكبتين. عم تحكيني بمستقبل العالم العربي المشترك؟ عوض بسلامتك يا حبيبي، يعوض بسلامتك. في المنطقة في ثلاث قوى إقليمية، في إسرائيل، في إيران، في تركيا، العرب غير موجودين، نقطة. لكن ما زال الحديث عن السعودية وعن مصر وأنهما قوتان ركيزتان أساسيتان في المنطقة يمكن أن يستجمعا القوى العربية إذا ما قررا ذلك. كيف يا سيدي؟ كيف؟ الو بشار، بيع ايران تستعيدك الى الحضن العربي. بشار عبري، بيع ايران، نحن لا نصنع حلول، نحن نشتري حلول كعرب، عم نقول نحن. والسوق اليوم السوق مفلس يا حبيبي، ما في خلاص. طيب يعني إلى أين تسير الأمور في رأيك إذا ما أنت حملت هذه الرؤية ويبدو أنك فاقد الأمل في أي إمكانية يعني وجود صيغة ما من هذا التعاون من هذا العمل، حتى بوجود الظروف المساعدة على اجتماع العرب، تهديد إعادة تشكيل النظام الإقليمي والنظام الدولي، كل ذلك لا يؤدي في نظرك إلى اجتماع العرب، يعني البديل إلى أين يسير العرب في رأيك في هذا السياق؟ إعادة تشكيل النظام الإقليمي، هذه عبارة كثير مهمة. النظام الإقليمي فيها يتعلق بمنطقة الهلال الأخضر الممتدة من العراق إلى لبنان، وتسميه الهلال الأخضر حتى ما فوت بتسميات حزبية وعقائدية، اللي هو هلال الماء حيث يوجد الأنهر. العراق هو الأب الطبيعي للمنطقة، هو المنبع، هو نبع، هو النبع. مجرى النهر يمر في سوريا والمصب هو لبنان. هذه الدول كلها تتغير طبيعة الأنظمة السياسية فيها التي انتهت، وبالتالي ما تحكيني بنظام عربي. يعني ما عدم المؤاخذة، العراق ذاهب إلى قانون الأقاليم،
وسوريا اليوم ذاهب إلى ما يسمى قانون الأقاليم عبر المناطق الآمنة هنا وهناك ومنطقة الروس، مش عم بحكي على المنطقة التركية يعني. لمن العراق بضحي ب 1281 كيلومتر بيروحوا منه البوابة الشرقية للعالم العربي، وبيروحوا بيجي التركي بياخذ لي 460 كيلومتر من الحدود السورية التي تسيطر عليها إيران وحليفها الكردي، وبيرجع الإسرائيلي بده حصته في المنطقة المواجهة، والقرار واضح لا إيران في سوريا. ويجي بتحكيني بمستقبل النظام العربي، النظام العربي انتهى خلاص، مثل ما بلش مثل ما بينتهي. كنا بدنا نزف اليهود بالبحر، صارت شعوبنا عم تموت غرقا في البحر هربا في الصراعات الأنظمة. طيب وضحت الفكرة، يعني في الوقت الذي أنت فيه متفائل وترى اجتماع العرب يشكل إنجازا، قال لك محمد سلام من بيروت أن النظام العربي انتهى وكبر عليه وصل إذا صح التعبير. ما دام هناك روح في العرب، وما دام هناك قلوب تنبض بالأمل وبالعمل للتجميع العرب وتجميع الأمة على أسس صحيحة، لكن أستاذ إدريس نعم. يعني قد يكون هذا الكلام، المشاهد قد يرى في هذا الكلام إنشاء أكثر نعم. منه تحليلا، يعني العرب يحملون هذا النبض ويحملون هذه الحرارة منذ 50 عاما، لكنهم إلى الوراء، إلى النزول، إلى الهبوط. العرب كانوا قبل 50 40، هذا ليس إنشاء وليس إنشاء، قبل 50 سنة كانوا تحت الاستعمار، لم تكن دول عربية مستقلة. نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد الاستعمار. إذن احنا كنا في مرحلة الاستعمار والآن أصبحنا في مرحلة الاستقلال والحمد لله. الآن العرب هي المنطقة المستهدفة من طرف المشروع الغربي، وبالتالي هي أكثر مناطق العالم تحت الضغوط الدولية، وبالتالي لا يمكن أن ننكر، لأن الوضع العرب ليس كبقية المناطق التي نهضت في الدول. هذه من ناحية. من ناحية ثانية العمل العربي المشترك أن يشتغل ويداوم على الشغل، ستأتي مرحلة النضج في لحظة معينة، والأنظمة تتغير، حتى الأنظمة الجديدة في العالم العربي التي الآن تخرج، بدأت بعض منها تدخل الديمقراطية وتخرج في ثوب ديمقراطي، هي التي ستأخذ مكان هذه الأنظمة الدكتاتورية. وبالتالي لا يمكن أن نهدم نظام عربي مشترك ستأتي له أنظمة ديمقراطية. وعندما نقول أنظمة ديمقراطية هي الشعوب، وهذه الشعوب التي تحدثت عليها في الكلام التي لها النبض ولها الأمال في العودة. هذه الأمر الآخر، الدول الرئيسية التي كانت تحمل مشروع التحرر ومقاومة المشروع الصهيوني هي التي استهدت في تقديري، وهي العراق وسوريا ومن قبلهم الجزائر واليمن ومصر وليبيا. هذه الدول بدأت تستعيد عافيتها بعد هذا الوضع الصعب وبعد الحروب الأهلية التي عاشتها. وبالتالي عندما تستعيد هذه الدول عافيتها، سنقول بأن العمل العربي المشترك سيأخذ زخم أكبر. وبالتالي لا يمكن نتحدث على ضعف عربي نهائي أو يأس من هذا الوضع العربي. ما دام هناك أقطار تنتعش، وما دام شعوب تأخذ بزمام أمورها وتريد أن تستعيد حريتها عن طريق الديمقراطية وعن طريق اختيار حكامة، وهي آتية لمفر من ذلك. يعني هذه سيرورة الأمور، لا يمكن أن نعيش إلى ما لا نهاية في أوضاع كهذه، وبالتالي هي مقدمة لنجاح العمل العربي المشترك. أستاذ نبيل، قمة عربية خاوية على عروشها، إلى أين يمكن أن تقود العرب في المرحلة المقبلة استقراء من هذه العلاقات البينية ومن واقع ما يحدث على الأرض؟ يا أخي، بعيدا عن التفاؤل وعن التشاؤم، الحقيقة عندما نتحدث عن تطور عمل العربي المشترك ونقصد به تطور العلاقات بين الأنظمة، فهذا لا يحدث إلا عندما يكون هناك نظاما قويا قادرا على قيادة سواه من الأنظمة بغض النظر عن علاقته بالشعوب. هذا حدث أيام عبد الناصر مثلا، حتى كارثة عام 1967، ثم سلمت السعودية الضفة الراية، فاستطاعت أن تقود البلدان العربية إلى مسألة المبادرة السلام الأولى 1972 في فاس، وبدأ يعني هذا الواقع، الوضع غير موجود الآن. بالتالي أنا لا أتوقع من الأنظمة شيء، إنما أميل إلى الإشارة التي أو التنويه الذي نوه به الأستاذ إدريس، إلى أننا إذا كان لدينا أمل في تغيير هذا الوضع فهو في الشعوب. الشعوب بعد عام 67 كانت أمام صحوة كبيرة واستطاعت أن تتحرك. بعد كارثة العراق، احتلال العراق، كانت هناك الواقع
التحرك الشعبي. الآن بعد الذي حل في هذه المنطقة بالتحرك المضاد للثورات، يعني التحرك المضاد لتحرير إرادة هذه الشعوب وبشكل دموي، الواقع مذهل. نتحدث الآن عن النازحين كمادة رئيسية في مؤتمر قمة المفروض أن يتحدث عن التقدم، عن بناء الاقتصاد العربي، عن فتح الحدود ما بين البلدان العربية، عن إنشاء شبكة مواصلات، لم يتحدث عن شيء من ذلك. أصبح جل همه أن ينقذ النازحين أو ينقذ الدول التي تحتضن هؤلاء النازحين. بالتالي نحن وضعنا الواقع في الحضيض على مستوى الأنظمة، ولكن هذا الحضيض أتوقع أن تكون له ردود فعل شعبية، وهنا مكمن الأمل كما كان بعد كارثة 67 وبعد كارثة احتلال العراق. نرجو الله عز وجل أن يدعم هذه الشعوب في أن تتخلص من الاستبداد القائم من خلال هذه الأنظمة وتستعيد حريتها وتحكم إرادتها في مصائرها المستقبلية. طيب أختم معك أستاذ ربيع، يعني أستاذ إدريس، فيما يسمى إعادة النظام الإقليمي الآن في المنطقة، إلى أي مدى، وما تحدث عنه جزء منه ما تحدث عنه محمد سلام من بيروت، إلى أي مدى يمكن للعرب أن يسهموا بناء على مراجعة معينة، إحساس حقيقي وعميق بالخطر الذي يدهمهم، إلى أي مدى يمكن أن يلعبوا دورا في تحديد ملامح هذا النظام الإقليمي الجديد؟ العرب، النظام الإقليمي الجديد لا يمكن أن يبنى ويبرز إلا بسببين، إلا بتوحيد الرؤية العربية، هو أن المشروع الصهيوني الذي خرز في الأمة هو مشروع جاء لتفكيك العرب. لابد أن نوحد الصورة والرؤية في هذا الاتجاه، تصور في هذا الاتجاه، وبالتالي هالمشروع نرجع إلى بدايات الاجتماع العربي الأول وبدايات تأسيس حتى جامعة الدول العربية، حينما كان العرب موحدون في هذا الموضوع ومتفقون في هذا الأمر. لابد أن نرجع لهذا الموضوع بأن الكيان الصهيوني هو جاء لتقسيم العرب، الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن النظام الإقليمي العربي لا يمكن أن يكون نظام إقليمي عربي يسير بطرق ديمقراطية وبحرية إلا إذا كانت الشعوب تعيش في أجواء الحرية والديمقراطية المتعارف فيها، كما تجربة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى هذه التجربة إلا بعد أن عاش الدول هو أقطاره ودوله الرئيسية حياة ديمقراطية وحريات. وبالتالي هذا الأمر الأساسي في نشوء نظام إقليمي عربي، وبالتالي مبني على حكومات ودول هي في الحقيقة ديمقراطية وللشعوب لها كلمتها، وتكون حتى هذا النظام الإقليمي تشعر ما تريده هذه الشعوب. الأمر الآخر، لابد أن تتمكن الدول العربية وجميعها أو أجزاؤها من تحقيق جزء من الاستقلال الاقتصادي، ولا تكون رهينة لقوى غربية مصرة على إبقاء العرب في ضعفهم وانتكاساتهم الاقتصادية. وبالتالي كانت هناك محاولات في العراق مع صدام حسين ومع جمال عبد الناصر وهواري بومدين في الجزائر، وكانت الملك فيصل في السعودية لانتشال دولهم من الوضعية التي ورث عن الاستعمار، لكن كانت كل هذه الجهود مبنية على الزعيم وعلى الشخص. الآن لابد من انتشال هذه الدول عن طريق الشعوب، وبالتالي لابد من إعطاء دور كبير للشعوب. أعتقد وأختم أن دور الشعوب هو الأساسي. إذا عادت الشعوب وبطريقة سلمية وبطريقة تحافظ على الأوطان، يمكن أن نقول سينشأ نظام عربي قوي جديد يستطيع أن يوحد الأمة العربية. أشكرك شكرا جزيلا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، التي أشكر في نهايتها معي في الاستوديو إدريس ربوح الباحث السياسي، وعبر سكايب من بون نبيل شبيب الكاتب الصحفي، وكان معنا عبر الهاتف من بيروت محمد سلام رئيس الوكالة الوطنية للأنباء. شكرا للمتابعة، إلى لقاء بحول الله تعالى.